انت عندك معلومه ان قذافي سفاح الجيزه لسه عايش لحد النهارده؟ تعال اقول لك الحكايه. حاليا بيتم عرض مسلسل سفاح الجيزه عن قصه حقيقيه لسفاح ظهر سنه 2020. قذافي فراج عنده 50 سنه حاليا. البدايه لما حصل خلافات بين قذافي وبنت اسمها نادين، كانت بتشتغل في مكتبه عنده. قذافي ونادين كان بينهم علاقه غير شرعيه، وبدات يوميا تطالبه بالجواز، لكنه كان بيخترع لها كل يوم اعذار، لحد ما اتفاجئت باختها بتقول لها انا في عريس متقدم لي. هنا بقى نادين كانت معاده على صدمه عمرها لما شافت ان العريس اللي متقدم لها ده مين بالظبط؟ القذافي حبيب القلب. نادين راحت المكتبه وطلبته يجي لها فورا، وهددته انها هتفضح كل اللي بينهم لاهلها. الوقت ده كان في شهر مارس 2015، لما قذافي حاول يهديها وطلب منها انها تقابله في شقته اللي كان مأجرها في بولاق الدكرور. نادين وصلت الشقه لقت القذافي مجهز ليها سهره حلوه والعصير اللي كانت بتحبه. في العصير ده كان موجود السم اللي قرر القذافي يتخلص بيه من نادين. نادين شربت العصير، وفجاه القذافي ما كانش عنده اي صبر ان السم يشتغل، راح مفاجئ نادين بكام ضربه على راسها خلص عليها. قعد جنب جثه نادين يدخن جاير ويبص للجثه ويفكر هيتصرف فيها ازاي. قام القذافي بسرعه وابتدى يحفر في ارضيه اوضه من اوض الشقه، وراح رامي الجثه فيها وردم وبلط عليها بلاط جديد ولا كان حاجه حصلت من الاساس. وبعدها فكر ازاي يتخلص من حوار نادين ده خالص، لان اهلها كانوا لسه بيسالوا عليها. راح مفبرك رسائل من على تليفونها بينها وبين واحد قال ساعتها انه منتج سوري وسافرت له نادين عشان تشتغل في التمثيل. وابتدى القذافي يبعت رسائل لاهلها على انه نادين، واستمر الوضع على كده لحد ما اتقطعت الاخبار تماما بين نادين واهلها. بعد قتل الضحيه الاولى بكام شهر، كان القذافي على تواصل مع واحد من اصحابه من ايام الطفوله، شغال مهندس واسمه رضا، كان عايش وشغال في السعوديه وكان معاه قرشين تحويشه عمره. قذافي قال ساعتها بس هو ده اللي هيحل لي كل مشاكلي، وفعلا ابتدى يشتغل عليه بالنصب ويقول له انه هيستثمر له فلوسه في العقارات. كلامه ده كان مقنع جدا لباشمهندس رضا، وبدا بالفعل يشتري عقارات ويبعت له ان اشتراها له وسجلها باسمه، وبالتوكيل اللي كان عامله له كان بيبيع كل العقارات دي لنفسه. لكن اللي ما كانش عامل حسابه انه فجاه رضا بيقرر ينزل على مصر، وده اللي لخبط القذافي كل اللي كان بيخطط له. وهنا افتكر يوم ما قتل نادين وقال بس مفيش حل غير كده، هو شب العصير المتين. القذافي عزمه على شقه غير شقه بولاق، وهناك جهز له العصير. وبرده القذافي ما كانش عنده صبر ان السم يشتغل، وراح ضربه على راسه. وبعدها وقع رضا على الارض جثه همده. القذافي خد جثه صاحبه في شنطه كبيره وراح على بيت بولاق، وهناك في الدور الارضي كان في شقه غير اللي دافن فيها نادين. راح حافر فيها بنفس الطريقه ودفن ورمى فيها جثه صاحبه. المجرم خد تليفون رضا وخلاه معاه، ولما بدات اسرته تسال عنه فكان من الطبيعي اول حد هيسالوه هو القذافي اللي انكر انه شافه من الاساس. راح القذافي بعت رساله من تليفون الضحيه لاهله وقال لهم انه ممسوك في مظاهره، ان الامن خدوه وانه ما يعرفش تفاصيل المكان اللي هيتم احتجازه فيه. وفي نفس الوقت القذافي عمل ورق اثبات شخصيه باسم رضا عشان يتعامل بالاسم ده كانه هو رضا. ونروح بقى للضحيه الثالثه في الجيزه، كانت فاطمه زكريا. لما راح القذافي عشان يتجوز باسمه الجديد، المهم ان القذافي عمل مشكله مع مراته فاطمه وخلاص قرر انه يتخلص منها، وقام حفر ليها حفره ودفنها لما اشتكت من اعباء الحياه وان الحاله الماديه بقت صعبه. القذافي حس ان الدايره بتضيق عليه في القاهره وان ممكن يقع ويتقبض عليه في اي لحظه. هنا بيقرر انه يسافر اسكندريه عشان يبتدي هناك حياه جديده ويفتح محل ادوات كهربائيه كبير عن طريق استدراج الضحيه رقم 4. كانت ست ميسوره الحال، قدر يوهمها انه بيحبها ونصب عليها في مبلغ حوالي 50,000 جنيه. لما الست حست انه بيشتغلها طلبت منه الفلوس، هو قال لها ساعتها تاخديهم بضاعه. في الاول رفضت، لكن لما حست ان فلوسها بتضيع عليها وافقت انها تاخد بفلوسها بضاعه. كان ساعتها القذافي مجهز لها مكان زي اللي سبقوها بالظبط، وخدها على المخزن بحجه انها تشوف الحاجه اللي هتاخدها، وهناك قذافي قتلها ودفنها. بعدها اتعرف على واحده تانية وسرق اهلها لما لبس نقاب وقدر يدخل البيت. قدر فعلا يستولى على فلوس وذهب بحوالي 700,000 جنيه، وهي دي كانت الجريمه اللي تعتبر بدايه نهايه القذافي. لما حماه راح وبلغ عن السرقه والامن فرغ الكاميرات وشافوا واحده منقبه دخلت، بعدها خرج القذافي بشنطه كبيره. طبعا اتقبض عليه وابتدت محاكمته باسم رضا عبد اللطيف، ولان اخوات رضا كانوا لسه ما فقدوش الامل وكانوا لسه بيدوروا عليه. ولما رجعوا شقته في بولاق الدكرور لقوا انه في واحد قاعد في شقه بتخص اخوهم رضا، ولما سالوه قال لهم انه اشترى الشقه دي من القذافي في نفس توقيت اختفاء اخوهم رضا. وهنا بيظهر محضر السرقه اللي باسم رضا في اسكندريه، وبيعترف ان هو مش رضا وانه قتل رضا ونادين وفاطمه والست بتاعت اسكندريه، وقام بتمثيل الجريمه بنفسه زي ما عملها بالتفصيل. والحقيقه اكيد ابشع بكتير من اللي اعترف بيه. اتحكم على القذافي باربع احكام اعدام لحد دلوقتي. هنا سفاح الجيزه ما كانش له نمط في الضحايا، ولكن النمط هنا كانت في طريقه التنفيذ والتخلص من الجثث. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وتعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على قنواتنا على اليوتيوب. برنامج يا خبر.